يرقد سكان أحياء مقاطعة بشار الجديد بولاية بشار فوق قنبلة موقوتة تتمثل في مواد كيميائية سامة منتهية الصلاحية منذ العصر سنوات جيء بها لمحاربة الجراد، وهي اليوم مكدسة داخل الآلاف من البراميل داخل هذا المخزن والغير بعيد عن الوسط الحضري وحتى الأراضي الفلاحية. مبيد هذا مبيد الجراد منتهي الصلاحية عند 10 سنوات من اللي راه منتهي الصلاحية. المستودع هذا مستودع غير قانوني، وهذا بشهادة اللجنة اللي تشكلت في سنة 2011 وسنة 2013. كارثة رئيس النون حتى نموت وحتى تطيح الأرواح غادي ينحوه، لا ما طبقوش المحضر هذا اللي دايرينه هما، يتابعوا موديل المحطة الجهوية يتابعوا قضائيا، ها هما راه يقولوا باللي هذا مكان خطر للمواطنين المجاورين. حطوا لنا هذا البرودوي هنا، الماء تغير، ديته اللابوراتوار عيرته ولا فيه ميكروب أكثر من اللازم. مثلي كل الحيوانات يمرض. محتجون طالبوا السلطات المحلية بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها سنة 2011 من طرف اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة. طالبوا أولا بلجنة تحقيق من وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية والبيئة. ثانيا نطالبوا بتفعيل المحضر المعاينة نتاع سنة 2011 و2013. هذه المواد كانت تستعمل في الحقول من أجل القضاء على الجراد، ولكن اليوم أصبحت نقمة وهاجس للكثير من السكان في ولاية بشار. احنا رفعنا الانشغال على مستوى الوزارة الوصية سواء وزارة الفلاحة أو وزارة البيئة الموارد المائية والبيئة من أجل إيجاد الحلول الاستعجالية. صحيح أن هذه المبيدات كانت نعمة على الفلاحة من خلال محاربة الجراد، غير أن غياب الوعي بمخاطرها حولها اليوم لنقمة وسلاح فتاك بات يهدد حياة الإنسان والبيئة معاً.